في الفترة التي اهتم فيها السوفييت بعلم الباراسيكولوجي، وبحثوا كثيرا عن المحركين عن بعد وعن القادرين على التجسس بقراءة الأفكار. كانوا يعلمون جواسيسهم مفهوم الدهاليز الموجودة في العقل الباطن. هناك ممرات طويلة وغرف خفية هنا وهناك. عندما تدخل عقل ضحيتك وتبحث فيه سوف تجد بابا موصدا بقوة، وعليك أن تحاول اقتحامه بأية طريقة، لأن الحقيقة كلها هناك. الأكثر إثارة ورعبا أنك لو عبثت أكثر من اللازم في تلك الغرفة لجن الشخص. مع الوقت ماتت هذه الأبحاث ونسيت، أو لعلها ما زالت تمارس في مختبر خفي قرب موسكو. لكنني تذكرت هذا الجو بشدة عندما حكت لي مروى فهيم قصتها. عرفت مروى عندما كنت أزور دكتور مصطفى، الطبيب النفسي وصديقي الحميم. كنت في عيادته أنتظر بالخارج وأتأمل اللوحات المعلقة التي تظهر فرويد وإدلر ويونغ ومجموعة من السادة الذين لا أعرف من هم، لكنهم جميعا بثياب بداية القرن العشرين. وهنا انفتح الباب وظهر دكتور مصطفى وطلب مني أن ألحق به بالداخل. كانت هناك امرأة في الأربعين من عمرها تجلس أمام المكتب، وفي وجهها جمال خافت وقور من الطراز الذي تحب أن تستزيد منه. شعرت بحرج بالغ لأنها مريضة، بالتأكيد فلا يحق لي أن أكون هنا. التواجد مع مريض في عيادة الطبيب النفسي أكثر إحراجا وتجاوزا من تواجدك مع مريض نزع ملابسه في عيادة الطبيب الباطني. لدى الطبيب الباطني ينزع المريض ثيابه، أما هنا فهو ينزع كل أقنعته الاجتماعية. يتحمل أي إنسان أن يرى نفسه عاريا أمام المرآة، وقد يحب ذلك، لكنه لا يطيق أبدا أن يرى نفسه على حقيقتها. لكن دكتور مصطفى قال لي: المهندسة مروة، طلبت منها أن نستأنس برأيك وخبراتك الواسعة فلم ترفض. جلست في كثير من الحرج وبدأت أسمع القصة. مروة مهندسة في الأربعين من عمرها وغير متزوجة، وهي حاليا راضية بذلك، خالية البال. هي تؤمن أن الزواج يضع قيودا لا حصر لها على المتزوجين. لا يتعلق الأمر باللهو والتحرر، لكن يتعلق ببعض الحريات الصغيرة مثل الخروج والعودة متى أرادت، والاستيقاظ من النوم متى شاءت. يمكنها أن تأكل ما تشاء وقت ما تشاء أو لا تأكل أصلا، ولا يطاردها زوج ضخم البطن يطالبها بأن تطهو له البامية أو تغسل جواربه. الحقيقة أنها بعد الرابعة والثلاثين بدأت تشعر بقلق شديد، وتساءلت عن السبب الذي يجعل العرسان لا يرون بابها. ثم عرفت كيف تتأقلم على هذا وأقنعت نفسها أنها سعيدة. اصطدمت كذلك بأن المجتمع لا يسمح بالحرية للمرأة غير المتزوجة، ويعاملها بقسوة أكثر من المتزوجة. ثم بدأ الشيب يغزو شعرها وملامح وجهها تتجعد، تحولت إلى طنط وأحيانا إلى حجة. هكذا بدأت تكتسب الحرية. لم يعد أحد يضايقها ولم يعد أحد يشك في أمرها، لقد عبرت. هكذا هي في الأربعين، متأقلمة جدا وراضية جدا. فقد تدعو الله أن يطيل عمر أمها العجوز، لأن معنى رحيلها هو الوحدة القاسية للأبد. سوف تتحول لعجوز شبه مجنونة تربي 20 قطة. تحكي مروى باقي القصة فتقول: كنت نائمة في سلام في تلك الليلة، ثم شعرت بظمأ شديد. ليس في البيت سواي وأمي، وهي تنام في غرفة مجاورة. نهضت من الفراش. هنا خيل لي كأنني أرى معالم باب ترتسم على الجدار. بالفعل هناك نور غامض يتسرب كأنه إطار باب مرسوم على جدار غرفتي، باب لم يكن هناك قط. تحسست الإطار بأظفاري وأنا أعرف أنني أحلم غالبا، لكن الباب انزاح وبدأ ينفتح، وسرعان ما وجدت أنني أقف أمام فتحة في جدار غرفتي تقود لقاعة مضاءة بلون أزرق رهيب.
ثم صاحت في عصبية: أنا لست مريضة نفسيا ولا أتعاطى أي عقاقير. كانت عبارة غريبة، خاصة وهي تقولها في عيادة طبيب نفسي، لكني فهمت ما تريد قوله. هي لم تعبر قط الحد الفاصل بين العصاب والذهان، أي أنها ما زالت تعرف الأوهام عندما تقابلها، لذا سألتها في كياسة: وهل هناك من زعم العكس؟ أعرف أنك تقول إنني مجنونة، أنا نفسي لا أصدق أن هذا حدث، لكنه تكرر أكثر من مرة. لقد خطوت لتلك القاعة الرهيبة، هناك انغلق الباب خلفي، شعرت ببرود وسلام نفسي غريب، وكنت أمشي فوق أرض مبهمة كأنها القطن. من الغريب أنني رأيت في الخارج غرفتي كأنها من وراء زجاج شفاف. كنت نائمة في فراشي، كنت أرى أمي نائمة في غرفتها، كنت أرى كل شيء في الشقة. ثم ظهر ذلك الكائن الذي لا أعرف كيف أصفه، كان يتحرك نحوي. لم يكن مخيفا بشكل خاص، لكنني لم أستطع أن أنتظر لأواجهه. هكذا فررت خارجة من الباب ذاته، فوجدت نفسي في غرفة نومي من جديد. فهمت أن الباب انغلق خلفك، فهل فتحته بأظفارك كما دخلت؟ لا، استعملت مقبضا مثبتا من الداخل لأفتحه. ولم تكن هذه آخر مرة؟ تكررت مرارا، لكني أخشى أنه لم تكن هناك قواعد. كنت أرى هذا الباب مرة أو مرتين في الشهر، أحيانا لا أراه أبدا، وكنت أدخل أحيانا فأدرك أنني لست وحدي. هكذا أفضل الفرار قبل أن أقابل هذا الشيء المريع. طبعا كنت أعتقد أنني مسوقة للخبال، لهذا صممت في آخر مرة على أن أحتفظ بذلك المقبض كدليل على أنني كنت هناك. ومن حقيبتها أخرجت ذلك الشيء. بالفعل كان مقبضا قرويا غريب الشكل، كأنه يضيء من الداخل بلون أزرق فسفوري غريب. لا أعرف حجرا كريما أزرق، لكن هذا أدق وصف له. كنت أكتم أنفاسي بصعوبة. لكن لو أردت رأيي، ليس هذا دليلا كافيا. لو كان هناك باب يفصل بين عالمين، لكان مقبضه غريب الشكل لا يشبه أي شيء رأيته من قبل. قلت في انبهار: جميل فعلا، إذن أنت تصدقني؟ أصدقك، لكن لا أصدق هذا الكلام عن العالم الموازي العجيب، قال دكتور مصطفى وهو يشعل الغليون لأن هذا يجعله شبيها بفرويد. رأيي الخاص هو أن لديك قدرا من الكبت، قالت في غضب. قلت لك إنني لا أبالي بالرجال ولا أريدهم في حياتي. ابتلع ريقه وقال وهو ينفث الدخان بكثافة: ليكن، لكنك بهذا تخالفين الطبيعة التي اختارها لك الله، وهذا أدى إلى أن خلقت لنفسك عالما موازيا تدخلينه متى أردت. هذا كلام فارغ. هنا تدخلت أنا، وقد تذكرت ما عرفته في بريطانيا. لو سمحت لي، هناك ما يسمى بتجربة الخروج من الجسد، وهناك ما يدعى بالإسقاط النجمي. قد يبدو هذا غريبا، لكن هناك أشخاصا يمكنهم أن يغادروا أجسادهم ليحلقوا في الغرفة، وعندها يرون أجسادهم من الخارج وهم نيام، يرون الآخرين من فوق. البعض يربط بينها وتجارب خروج الروح، لكن هذا غير صحيح. كثيرون مروا بهذه الخبرة دون التعرض للوفاة، هي مجرد موهبة، قالت في حيرة. إذن هذه الغرفة لا وجود لها. ما يحدث أنك تنامين وتبدأين بالتحليق في الغرفة بوعيك لا جسدك، تتخيلين أنك في عالم آخر ناء، وأنك ترين كيانا يلاحقك. كل هذا غير صحيح. وهذا المقبض العجيب، أعتقد أنك اشتريته من مكان ما ونسيت الأمر. ثم أضفت: ألعاب العقل الباطن لا تنتهي. لاحظي أن تجربة الخروج من الجسد
هي نوع خاص من المشي أثناء النوم. الماشي أثناء النوم قد يحصل على أشياء لا يعرف مصدرها، وهكذا تجدين أن قصتك مثيرة لكن لا أساس لها من الصحة. يمكنك ترك هذا المقبض لنا كي يساعدك على النسيان. تنهدت للحظات ثم مدت يدها وأسقطت المقبض في كفي. فعلا ملمس غريب وخفيف أكثر من اللازم، لكن كيف انتزعته؟ هل يدخل المرء عالم الحلم وهو يحمل معه مفكا؟ أغلقت حقيبتها ونهضت وسألتني من جديد: دكتور محفوظ، إذن أنت ترى أن ما حدث لي هو إسقاط نجمي؟ هزت رأسها في عدم اقتناع وانصرفت. لما صرنا وحدنا قال دكتور مصطفى: الغريزة الجنسية قوية جدا، وتجاهلها أو كبتها يسبب شتى أنواع الهلاوس والاضطرابات، لهذا تسمع حشدا من قصص الفتاة التي تزوجت من ملك الجان والتي ينشق جدار غرفتها فجرا كل يوم. الله زرع فينا الغريزة الجنسية كي نتزوج وننجب. عندما نتجاهل هذه الغريزة فإن علينا أن ندفع الثمن من العصاب والهلاوس. قلت: لا تنسى حقيقة أنها لم تسعى لهذا الوضع، أحيانا يصاب الرجال بالعمى. لا أعتقد أن فتاة مليحة كهذه لم تصادف عرسانا مناسبين، فقط هي ظلت في دائرة من أريده لا يريدني ومن يريدني لا أريده حتى فات القطار ونسينا الأمر ورحنا نتكلم في أمور أخرى. بعد أسبوع قمت بجولة في بعض محلات لوازم الديكور وعرضت المقبض على أكثر من بائع، منهم من هز رأسه في حيرة، ومنهم من قال إنه مستورد من اليابان ولا يوجد له شبيه، ومنهم من طلب مني المزيد منه لأنه رائع الجمال. الخلاصة: لا يوجد مقبض كهذا في مصر كلها. زرت دكتور مصطفى في عيادته لأخبره بالتطورات الجديدة، فوجدته يجلس ساهما. قبل أن أسأله ناولني صفحة الحوادث من جريدة فنظرت لها لأقرأ الخبر التالي: البحث يستمر عن المهندسة المختفية، المهندسة التي اختفت من غرفة نومها ليلا، لم تفتح أي أبواب لأن الشقة والشرفات كانت مغلقة من الداخل. الأم تؤكد أن ابنتها لم تكن لها عداوات، ولكنها كانت في حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، وكانت الصورة واضحة، لا توجد مهندستان لهما الملامح ذاتها. رفع دكتور مصطفى عينيه نحوي وتساءل. ثم جلست على المقعد ومددت يدي في جيبي وأخرجت المقبض. لو تركنا للخيال العنان فقد ارتكبت حماقة غير عادية عندما اجتازت الباب آخر مرة ودخلت ذلك العالم من باب الفضول، بينما المقبض ليس معها، لقد كان معي. ولو تركنا للخيال العنان لا قلنا إنها حبست للأبد في ذلك العالم الغامض، ترى الناس وتسمعهم لكنها لا تستطيع الخروج لهم. لو تركنا للخيال العنان لا قلنا إنها أليس التي عبرت عالم المرآة لكنها لم تستطع العودة. لو قلنا إنها خلقت هذا العالم لتفر فيه فهي أول إنسان يضيع في خياله. فيلم الرسوم المتحركة القديم الذي يظهر رساما يرسم حفرة ثم يثب فيها ليغيب للأبد. اسمع، لا بد أن نذهب هناك الآن، يجب أن نجد ذلك الباب في الجدار، يجب أن نفتحه. الباب لا وجود له إلا في عقلها الباطن. من يدري، لربما وجدنا بابا مماثلا في عقلينا، ولربما وجدنا بابا حقيقيا سريا في غرفتها فرت منه. لا أعرف ما أقول، لكني على يقين من شيء واحد، أنا وأنت كنا مخطئين، كنا مخطئين على طول الخط. تمت، بحمد الله.